بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم موضوعنا يا أخوان عن تربية القبابي أو الدود. في ناس تسميه قبابي وفي ناس تسميه دود، وله فوائد للي يربون طيور، كناري، أي شيء. الطيور هذه كلها تأكل الدود، حتى الزبرة يأكل الدود، والدجاج، الدواجن. فالدود مفيد للطيور اللي تاكل الدود، خاصة وقت التفريخ. جميع أنواع الطيور وقت التفريخ ما عدا البغبغوات أكثرها يأكل دود. فأنت إذا كنت مربي للكناري أو للزبرة أو حتى الحساسين، يعني أكثر الطيور تأكل الدود. ومهم جدا 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 للي عندهم محميات برية، الطيور برية يا أخوان، أكثر الطيور البرية يتم اصطيادها عشان تحطها بمحمية فتلاحظ أنها تموت لسببين. السبب الأول أن المحمية أو القفص صغير، فالطير البري يموت على طول. لازم تكون المحمية واسعة، لأن الطير أول ما يدش المحمية يخاف، يقعد يطير يمين يسار، ففي مسافة طويلة. بعض الطيور حاول تنتف من ريشها على أساس لا تدعم الشبك. من الأسباب الثانية موت الطيور البرية اللي هو عدم تواجد الدود. في طيور كثيرة جدا ما تأكل إلا دود، فاسأل أهل المحميات وكذا فيقولوا لك. أنا عشان لا يطول الشرح، أنا شرحي عن القبابي نظري، لكن راح تستفيد 100% بإذن الله. وأنا مثل ما عودتكم في فيديواتي، إذا أشرح لك شيء أشرحه بالتفصيل عشان رأساً أنت تطبق شغلك، ما تحتاج تسأل أحد. أكثر الفيديوهات تكون قصيرة الجذب المتابعين. أنا هالكلام ما يمشي عندي، أنا مو مسوي قناتي عشان أبي متابعين، أنا بفيد الناس. لذلك أكثر فيديوهاتي طويلة بالتفصيل، مملة، ما تنفع إلا للشخص اللي حاول يكسب معلومة. نأتي الآن لموضوعنا. أول شغلة تشتري مواعين بلاستيك ناعمة الحواف من الداخل، لأن الدود يصعد، فلازم يكون من الداخل ناعم ما يكون خشن. القياسات بكيفك حسب الكمية اللي أنت بيها. ودائما أنا أقولكم لما تشوف موضوع معين وتفهمه، باقي الأمور فلسفتك أنت الخاصة، تصرفك الشخصي. يعني الحين أنا ما أقول لك والله 40 سنتي ب40 سنتي والارتفاع كذا لا لا لا، خلاص أنت تروح للسوق تشوف ماعون بلاستيك تشتريه أيا كان، تمام، أي قياس تبي، لكن من الداخل الماعون يكون ناعم ما يصعد. أكثر ماعين بلاستيك ناعمة، طبعا ما يكون عاد صغير حيل، لا يعني 10 سنتي زين. تقوم طال عمرك، انا راح امشي معك خطوه خطوه، حاول بسرعه. اول شيء تشتري الماعون، حلو، بعدين تشتري علف الصيصان البودر او الشوفان. الشوفان معروف، علف الصيصان الذره او اللاحم مال الصيصان، تقوم تحطه في الماعون. الطبقه تقريبا 3 سنتي 4 سنتي، لا حطيت عالي تحت مو مشكلة، بس ما يكون أقل من 3 سنتي، وتفرشه بشكل متساوي في الماعون، وتقوم تشتري الدود وتحطه في الماعون. الدود بالمرحلة هذه يحتاج عدة أشياء راح أجردها لك. قلنا يكون ناعم الحواف من الداخل، تمام، عندك 3 سنتي راح يبقى زيادة حوالي 7 سنتي، ما راح يصعد الدود أصلا، حلو. نجي الآن للأكل. الدود يأكل، تقدر تحط له بطاط، جزر، خس، خيار، تمام. البطاط تحاول تسوي شرائح ضعيفة مثل الشبس أفضل، علشان يأكله بسرعة عشان لا يخيس، وبشكل تحاول بشكل يومي إذا فاضي. إذا مو فاضي عادي حط كل 3 أيام 4 أيام ما يهمه، 5 أيام ما يهمه، حلو، دام انها قبابي ما تحولت الى خنافس. الخنافس موضوع ثاني، الخنافس
إذا صارت خنافس وقللت عليها الأكل راح تضطر أنها تأكل البيوض مالتها، فأنت حاول أنك ما تقلل عليها الأكل في مرحلة الخنافس. قلنا بطاط تسوي شرائح صغيرة، شرائح مو مربعات، شرائح مثل الشبس، يعني إذا عندك حوض طوله 40 سنتي ب30 تقط 6-7 شرائح. أنت راح تقدر بعينك، دائما تعلم نفسك، أنت راقب بعينك شوف والله قطيت 10 شرائح نوكل خلال يوم خلاص كافي، زود 12 زاد حبتين حط خل رد على 10، يعني أنت فلسفتك الخاصة. الخيار نفس العملية، شرائح أو تقصها بالنص خيار وتقلبها على وجهها خيار. عندك طال عمرك الجزر شرائح، إيش كثر على حسب الدود اللي عندك. أنت جرب اليوم قط العدد الفلاني من الشرائح، أكله والله بسرعة، ثاني يوم جيت لقيته جوعان زود عادي. الجزر ما يخي 3 أيام 4 أيام إذا غرفة مكيفة، حتى البطاط لا تحاتي إنه مسؤولية وهم وغم، لا 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 تحاتي، قط الأكل ومش عنه. الخس قطع بيدك خس وقطه، وقلنا البطاط والجزر والخيار والخس، هذا بالنسبة للأكل. تقطع على 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 ظهر على الأرضية، حلو. هذا خلصنا من الأكل. عندك التغطية، حاول أنك تغطي الماعون بس يكون فيه تنسيم، تنسيم كثير فتحات، إذا ما غطيته ما هو مشكلة، لكن التيار لا يحوش تربية الديدان نهائيا، لا يصير عليها التيار. الإضاءة مو مهمة بس الأفضل أن يكون ظلام. الحين قلنا درجة، قلنا الأكل وقلنا التغطية. طبعا الأكل للديدان وللخنافس لما تصير خنافس نفس الشيء. درجة حرارة الغرفة، ترى أنا الكلام هذا ما أجيب لكم إلا بعد تجربة طويلة، أنا ربيتها سنة وبعد قراءة مملة. درجة حرارة الغرفة خلها ما بين 24 إلى 28، إذا وصلت 30 ما هو مشكلة لكنها حارة عليها، حلو. الرطوبة يفضل فوق 40، لا تصير ناشفة الغرفة، يفضل فوق 40، من 40 إلى 60. ترى الكلام هذا أنا مو جايبه من عندي، أولا قاري مقالات علمية بالنت وبغيره وتراجم، وفوق هذا تجربة شخصية. الإضاءة تكلمنا عنها، أن حاول أنك ما تخلي الغرفة مضاءة، لو طفيت الليت أفضل. تيار الهواء تكلمنا عنه. الروائح يطلع ريحة، قبابي إذا كانت كمية كبيرة بالغرفة راح تطلع ريحة، فحاول تحط لك شفاط خفيفة وكذا. ضرر على الإنسان اللي قريته بالنت أنه ما في ضرر، لكن حاول اللي عنده حساسية بصدره أو شيء يلبس كمام، وحاول دائما أنه تغسل إيدك بعد الشغل. عدم تجويع الخنافس قلنا عنها، أساس لا تضطر أنها تأكل بيوضها. عدم الوضع في شكل مزدحم، أنك ما تحط كثافة عالية جدا، حلو. الرد على درجة الحرارة، لا تطوف 28، لأن إذا طافت 28 الدود يدفي بعضه، يسخن بعضه، راح يصير فيه موت كثير جدا، تلقى ميت على شكل أسود مثل القلم هذا. الفوائد طال عمركم قلنا للطيور البرية والصغيرة، حاول إذا عندك طيور برية أو وقت تفريخ زبرة أو طيور برية صغيرة أو كذا، حاول أنك تعطيهم يعني تعطيهم القبابي وهي صغيرة، صغير على قد الطير اللي عندك. طير كبير تقط له كبير، طير صغير تقط له قبابي صغيرة أو دود صغير. إيه خلصنا منها. الآن شنو اللي راح يصير معاك إذا طبقت الكلام هذا كله اللي طاف؟ راح يصير معاك طال عمرك تقريبا 3 أسابيع راح تشوف بالحوض مال القبابي بدأ يتحول إلى يرقات. اكتب يرقات قبابي أو دود أو ميل وورم اللي هو الدود الصغير، راح تطلع لك شكل اليرقة. تقريبا راح تكون اليرقة 6 أيام، بعدها راح تتحول إلى خنافس، خنافس سود. في المرحلة هذه لما تتحول إلى خنافس تقوم تحط عليها كراتين اللي على شكل مثلث، أو الكرتون المدور اللي يجي محلات الخام أو كذا، تقصه بالنص وتقطعه، المهم تقط أي شيء يعني مقلوب، كرتون البيض، عرفت، عشان الخنافس تحب تدخل داخل.
لما 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 تتحول الى خنافس راح تلاحظ طبعا تقريبا راح تبقى الخنافس 14 يوم بعدها تموت. في المرحله هذه نفس الاكل بطاط خيار مش عارف ايش حلو، حاول عندك بخاخ يعني كل ما تجي تشوف قبابيك وكذا طق رشتين ثلاث بخاخ خفيف، راح تلاحظ ان الخنافس تتزاوج تركب بعضها. بعد 14 يوم تقريبا راح تموت الخنافس. اذا ماتت الخنافس انت هنا راح تكون مرحله صمت، يعني راح تتضايق شنو صار، فقس البيض ما فقس. لا تستعجل نهائيا، لا تستعجل ولا ترتبك، خله تقريبا 20 يوم. انا ماني مثبت بالضبط والله، كنت مسجل المعلومات وراحت عني. تقريبا 20 يوم او 25 يوم راح يبين معاك في قاعة الحوض قبابي صغيرة. من تشوف قبابي صغيرة رأسا حط قطع خيار وقطع بطاط، هو راح يصعد فوق وياكل، يصعد فوق من هني للبطاط وياكله ويرجع. هذا طال عمركم. فالايام اللي قلتها لكم الحين المراحل لا تستعجل. والله قال بالفيديو بعد ما تموت الخنافس 20 يوم ليش ما فقست، انا شغلي غلط. لا لا لا، دام حرارتك والامور هذه والرطوبه هذا ما في تيار مضبوط شغلك. بعدها طال عمرك راح يبين معك، حتى لو وصلت 30 35 يوم طول بالك. اذا مستعجل جيب العدسه هذه اللي كنا نستخدمها بالمدارس، حط افتح العلف وخر الارضيه وحط وراح تشوف، او صور بتليفونك الارضيه وكبر الصوره راح يبين معك. بعدها تقريبا المراحل هذه من يتحول يعني من تشتري انت 21 يوم تقريبا راح تبدا عندك تحولات الدود الى يرقات. انت راح تشتري دود وتحطه بالحوض، الدود راح يتحول الى يرقات بعد 21 يوم تقريبا، بتشوف فيه تحولات يتحول الى يرقات. خلصنا من تشتري الدود مالك حلو الين تشيل دود كامل ثاني مثل الدود اللي انت شريته، مو اقل من 3 شهور. اعتقد اني شرحت شرح كامل ووافي، وهذا بعد جهد وتعب وبحث في النت. ما اعتقد ان بتلقى شرح عربي افضل من الشرح هذا، هذا شرح نظري وعلمي، انا ما جبت الكلام هذا من فراغ. وهذه نصيحة لكم على اساس تستفيدون وتفيدون طيوركم وحلالكم. واللي يبيه بشكل تجاري لازم يكثر مواعين ويسوي لها المرحلة هذه. يعني عادي اذا بتسوي بشكل تجاري وترزق الله تأهل المكان وتحط لك مو اقل من 1000 درج او معون، مو اقل. وجزاكم الله خير وآسف على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة أخيرة، عندنا مشتل النباتات البرية بالكويت، بالإنستغرام اكتب مشتل نباتات البرية راح يطلع معك، بتويتر اكتب مشتل نباتات البرية راح يطلع معك. هذه عاد دعاية. الله يجزاكم خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شرحت لكم في الفيديو السابق، أنا نسيت لكن هذا الشرح للنوع الثاني من الدود. النوع الأول اللي هو الميل ورم اللي شرحت لكم بالفيديو، النوع الثاني اللي هو السوبر اللي هو نسميه بالكويت العتل الكبير، نفس الخطوات كلها، ما يفرق إلا شيء واحد فقط. لما تشتري العتول أو الدود الكبير الضخم السوبر، السوبر وورم، لما تشتري مثلا شريت 100 حبة، تقوم تشتري قلاصات بلاستيك هذه اللي يشربون فيها ماي، طبعا تكون شفافة على اساس تقدر تشوف، لان الميل السوبر وورم العتل يطول على ما يتحول يرقة، يمكن يقعد عندك 4-5 شهور وهو ما تحول يرقة. فانت تاخذه وتحطه بقلاص شفاف
ويكون له غطاء قلاص بلاستيك وتغطيه وتخليه، راح يتحرك 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 لما يتعب ويوقف، بعدين يتكور على نفسه، بعدها راح يتحول إلى يرقة. تحاول في المرحلة هذه يعني بثلاث أيام أربعة أيام تبخ بخ خفيف ماي عليه، تحط فيه رطوبة بالقلاص اللي هو فيه، لما يتحول إلى خنفس بعدها تتبع كل الخطوات اللي ذكرتها لكم بالفيديو السابق. الفرق أن مدة تحول العتلة والدود الكبير إلى يرقة طويلة، فأنت عشان تختصر المدة تحطه بقلاص بلاستيك شفاف له غطاء وتزوده برطوبة، أو بعد ما يتحول إلى يرقة، إذا حطيته بالقلاص بعد ما يتحول إلى يرقة تشيله تحطه بماعون كبير. يعني مثلا عندك 100 حبة، 100 قلاص شفاف، كل قلاص فيه الحبة هذا اللي هو العتل أو السوبر وورمز، فكل ما تشوف فيه يرقة تشيله وتقطها بماعون واحد، تجمعهم ماعون واحد مكان واحد، يرقات ماعون أي ماعون أيا كان، وتقوم تبخهم يعني بين فترة وفترة تبخهم بخاخ خفيف، لأن اليرقة بالوقت هذا يحتاج إلى رطوبة عشان يكسر حاجز الغطاء ماله لأنه شوي صلب وأفضل. لكن ما هو تغرقهم ماي تغريق، لا بخ خفيف. هذا بالنسبة للدود الحجم الكبير اللي حنا نسميه عتل، والباقي نفس الخطوات نفس التغذية. الدود الكبير الخنافس إذا تحولت من يرقة إلى خنفس ممكن تقط لها قطعة نقانق صغيرة بس تشيلها بنفس اليوم عشان لا تعفن، لأنه يأكل لحم الخنفس ماله وراح يكون حجمه كبير وخلاص راح يبيض بمكانه وراح يموت الخنفس، وبعد فترة يطلع القبي العتل. وجزاكم الله خير، وأنا آسف أني نسيت لكن تداركت بهالفيديو هذا.